السلام عليكم. في آخر تغريدة للسيد مقتدى الصدر دعا للإفراج عن سجناء كما يسميهم ما يسمونه بالتيار الصدري الذين يقبع المئات منهم في السجون بعد أن تم اعتقالهم على مراحل متعددة سواء من قبل القوات الأمريكية وحتى الحكومة العراقية، وصنفهم بأنهم هم إما مقاومون للأمريكان والسلطة الحالية تدعي دعمها للمقاومة فلا داعي لبقائهم في السجون، وأما بريئون فهي تدعي العدل ولا داعي للاستمرار ببقائهم في السجن، أو مذنبون قد أخذوا قسطاً كافياً من السجن. كما حدد الصدر الجمعة المقبلة موعداً للتظاهر المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. حتى الآن لم يصدر أي شيء من الحكومة والأطراف السياسية أي تعليق رداً على هذه الدعوة. على مستوى البعد السياسي للدعوة فإن هناك من يجد توقيتها المتزامن مع بدء حوارات إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق جزءاً من تصفية تركة الوجود الأمريكي في العراق. أما عن البعد القانوني فالموضوع مرتبط بشكل وثيق مع قرار العفو العام المتعثر في البرلمان منذ سنوات، فهل هو المسلك الوحيد لتلبية دعوة السيد الصدر أم أن هناك مخارج قانونية وسياسية أخرى يضغط التيار الصدري باتجاهها؟ ولماذا هذا التوقيت والمقارنة بين معتقلي التيار والمقاومة الحالية مع أن الاثنين مقاومين حسب يعني السجناء اللي قاوموا الأمريكان في ذلك الوقت؟ أين كانت هذه الدعوة عندما كان للتيار تمثيل سياسي وبرلماني وفي الوقت نفسه أطلق سراح المئات من السجناء بعفو خاص سواء من رئيس الجمهورية برهم صالح ومنهم حتى تجار مخدرات؟ فهل هي شرط غير مباشر ضمن ملف المفاوضات الأمريكية العراقية أم أنها ورقة ضغط على الحكومة ليس إلا؟ أرحب بكم مشاهدينا الكرام وأرحب بضيوفي الأستاذ علي فضل الله الباحث في الشأن السياسي، والدكتور رافد العطواني الباحث في الشأن السياسي، والدكتور الأستاذ حيدر الصوفي الخبير القانوني. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. أنا ما سامع السيد مقتدى الصدر، حياك الله. حبيبي السيد محمد، ممتن لهذه الدعوة. شكرا لك. ما مر على ما أتذكر يعني أنه مطالبة بهذا الشكل دعا بها السيد مقتدى الصدر لإطلاق سراح المعتقلين من التيار الصدري. يمكن خانتني الذاكرة إذا أتذكر مطالبة هي هاي الدعوة صريحة جدا وخاصة، وبعد انقطاع عن الحديث بالسياسة سيد مقتدى الصدر الآن يطلب ذولا السجناء. ليش ماكو رد لحد هذه اللحظة من كل الأطراف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك سيد محمد وللضيفين الكريمين لكل مشاهدي قناتكم الكريمة. قطعا هذا المطلب هو خليط ما بين جنبة سياسية وجنبة قضائية. إذا تتكلم على الجنبة السياسية، أنا أعتقد لا يمكن للذين نزلت بحقهم أحكام قضائية أن يكون هناك تدخل من قبل الحكومة العراقية إلا عبر موضوع العفو الخاص أو العفو العام. وهذا الموضوع أنا أعتقد هو قيد الدراسة، يعني باعتبار قانون يدرس من قبل الطبقة السياسية حسب الاتفاق السياسي، فبالتالي قد يشمل حتى أبناء التيار الصدري القابعين في السجون العراقية. هذا جانب. الجانب الآخر، إذا كانت الدعاوى سياسية، يعني موضوع الآن السجناء اللي طالب بهم سيد مقتدى، قطعا من المفترض هم أولى بالعفو السياسي باعتبار أغلبية الشخصيات اللي قارعت يعني الجانب الأمريكي في بداية طبعا فترة المقاومة كان من التيار الصدري، ولهم حقيقة يعني باع في هذا الجانب. لكن إذا أكو قضايا جنائية فأنا قطعا السيد مقتدى ما أعتقد راح يدخل نفسه في هذا الجانب، يعني إذا بعض الشخصيات عليهم شكاوى خاصة وإن كان هو أشار في موضوع أصحاب الحق الشخصي، يعني إذا أكو قضايا جنائية أنا هذا الموضوع أعتقد به إشكالية كبيرة جدا. وين الإشكالية بالموضوع؟ الإشكالية تدري أنت موضوع العفو الخاص والعفو العام، إذا به حق شخصي يجب أن تنازل من قبل أصحاب الحق الشخصي بهذا الموضوع. وهذا الموضوع أنا أعتقد يحتاج مراجعة لكل أهالي الضحايا، إذا كان أكو ضحايا جراء هاي الشخصيات اللي الآن موجودة في السجون العراقية. برأيي السيد من خلال هذه المطالبة وراد يضرب عصفورين بحجر واحد، أولا استنهاض همة التيار الصدري باعتبار هو أب
لهذا التيار، فأراد أن يوصل رسالة على أنه الراعي دائما والمدافع عن حقهم هاي حقيقة تحسب إلى يعني حالة إيجابية. زين. بنفس الوقت هي ورقة ضغط برأيي أيضا على الحكومة العراقية، وقد تكون ورقة محرجة باعتبار أنه رجع ثاني أكو اتفاق سياسي، هذا الاتفاق السياسي واحد من بنوده هو العفو اللي مفترض أن يصدر من قبل الحكومة العراقية. فبالتالي يبدو أنه سيد الصدر يريد أن يحجز مقعدا. يحجز مقعد وين؟ في هذا القانون، في قانون العفو العام. قصدي بالضبط العفو العام لابناء التيار الصدري. اها، حتى يكونوا المشمولين ب، انا ما اعرف حقيقه حتى التصنيف اللي موجود بالسجن، لكن من التغريده اللي موجوده الان انه هو بعضهم هو مقاوم للامريكان حسب قول السيد، وبعضهم لا، يعني يقول اعتبروهم ذولا ادوا فتره طويله. لا شوف استاذ محمد، كل الاحترام والرئيس سيد مرتضى، تدري انت اول شيء القضاء مستقل، يعني انت لا انا ولا اني ولا اي شخص العفو يقدر ياثر على القضاء. اذا اخذنا من المباني الدستوريه يعني القضاء سلطه قضائيه وسلطه مستقله لا يمكن للطبقه السياسيه ان تؤثر. جانب اخر، القضايا الجنائيه اللي بها حق شخصي من الصعب جدا الا بالوصول الى اصحاب الحق الشخصي، وبالتالي اذا صارت تصفيه ما بين اصحاب العوائل المتضرره والشخصيات السجينه، هذا الموضوع بعد ما اعتقد يعني به مشكله، حتى ما يحتاج يعني تدخل الحكومه واصدار قانون. يعني بعضهم عنده قضايا جنائيه واضح ما لها علاقه بموضوع سياسي قطعا مثلاً. هو اشار، مو قلت لك يعني حتى ومن كان له حقا شخصيا نستطيع ان نصل لاصحاب الحق الشخصي واطفاء هذا الحق، يعني شلون يصير؟ التراضي هو موجود، التراضي طبعا هذا هذا هسه بالجنب العشائريه موجود وبالجنب القانونيه موجود طبعا اذا تنازل عن حقه. وبالتالي لكن اذا صدر حكم انا اعتقد ان القانون راح يكون محرج، يعني تدري انت مرحله التحقيق بالامكان، لكن نصدر حكم لا مشكله راح تصير بصراحه، يعني ماكو وصف قانوني يرجع صاحب الحق الشخصي بالتنازل عن هذا، لان يعني الموضوع طلع بعد صار عائد لمن؟ للحكومه العراقيه. فاتوقع هو من خلال ادراكه انه اكو اتفاق سياسي يهيئ لعفو عام اراد ان يحجز مقعد لابناء التيار الصدري بهذا القانون. تمام. دكتور حياك الله. حياك الله. مقصرين وياكم نحدد؟ لا بالعكس ما بيك قصور. تمام. ما اعرف حقيقه انه هذا التوقيت وهذه المطالبه، اولا خليني شنو تصنيف ذول الاشخاص اللي بالسجن؟ تحية مصنفين عفوا. نعم. تحية جنابك دكتور محمد وايضا الاستاذ علي فضل الله والضيف الكريم. انا اعتقد انه وكافه عاملي ومشاهدي قناتكم الموقره طبعا شكرا لكرم الاستضافه. بالعكس. يبدو انه التيار الصدري، يعني خلينا نرجع لتاريخ الاعتقالات، تاريخ اعتقالات ابناء الخط الصدري هو جاء ما بعد ما يعرف بصوله اللي التيار يسميها، انا ما اريد اسميها حقيقه، انطوها وصف لا يليق ان يضرب التيار المقاوم وابناء التيار الصدري الذين قاوموا الاحتلال الامريكي بهذا الوصف لقوات لقوات عراقيه. هي انا متاكد جدا كان هنالك ضغطا من قبل السيد نور المالكي من اجل هندسه انشقاقات داخل التيار الصدري الذي جاء ب ما بعد هذه الحركة العسكرية لاعتقادها السيد نور المالكي بإنشقاقات من ضمنها فلان زيد عبيد انشقوا عن التيار الصدري. هنالك بعض الدعاوى هي تصنف على أنها دستورية باعتبار أن القوات الأمريكية جاءت بطلب أو لديها اتفاقات مع الحكومة العراقية، وهؤلاء المقاومين يجب أن يخرجوا من السجون العراقية. يعني كانوا معتقلين عند الأمريكان وتحولوا إلى السلطات العراقية. لا هي السلطات العراقية لديها دستور، والدستور مبني على لديها قوانين، هذه القوانين هي يعني متماهية مع سياسة الدولة العراقية آنذاك، يعني باعتبار أنها لديها ارتباطات مع الجانب الأمريكي أو قوات الاحتلال الأمريكي. هذا جانب، يعني هذا الشق الأول من جوابك اللي هم كان ذلك جنبة المقاومين. تمام دكتور، يعني هذا التصنيف كان يصنفهم على أنهم المقاومين خارجين عن القانون، وهذا تصنيف خاطئ يجب إعادة النظر به. لا بس خل أنا بهالطريقة نصنفها.
هسه تصنيفاتهم ما لنا علاقة بها، اكو تصنيفات قانونية. هو هذا التصنيف القانوني. لا بس أول فئة منهم هم المقاومين الأمريكان. بس خلي بالك دكتور محمد، هذه الفترة الذي زوج بأعداد كبيرة من الأبناء التيار الصدري هي كانت فترة حكومة المالكي. صحيح. والحركة العسكرية التي قادها نور المالكي. ذولا ما بعد سيئة الصيت. ذولا ما بعد صولة الفرسان لو قبلها. لا هؤلاء جاءوا ما بعد صولة الفرسان. وأكو من قبلها على ما أعتقد. لا هسه هذول اللي قبلها قلنا إنه نعم أيضا كانوا، لكن الفترة الأكثر ويجب أن نؤكد لمرحلة جدا مهمة، وهذا يحسب لسماحة السيد مقتدى الصدر، وكان لديه بيانات واضحة بخصوص عدم مقاومة القوات العراقية تحديدا. لذلك كان السيد مقتدى الصدر حريصا على أن لا ترق أو لا يكون هنالك اشتباك ما بين القوات العراقية وأبناء الخط الصدري، وقال من تصدر بحق مذكرة اعتقال فليسلم. لذلك لم يقاوم التيار الصدري كله. تمام. ولذلك هذا التصنيف الأول. هذا الأول. التصنيف الثاني كان هنالك الكثير من الدعاوى الكيدية. على غرار الدعاوى الكيدية التي مورست أيضا ضد أبناء المكون الآخر. زين. والذي تم فيما بعد اطلاق سراحهم. اما الجزء اليسير ربما هكذا انا وصلتني بعض الانباء، هنالك بعض من المعتقلين الذين بحقهم دعاوى شخصيه، هؤلاء ايضا الصدر اشار بشكل واضح من اشخاص حق الشخصي، وبالتالي ايضا 16 سنه مرور يعني من 2008 الى هذا الحد. انا اعتقد فتره كثيره، وممكن ان تشكل لجنه من قبل الحكومه العراقيه. انا استذكر وانت تتحدث حضرتك. نعم. اكو احداث سياسيه صارت في بعد هذه الفتره. نعم. وهاي الاحداث السياسيه كان جزء من عندها يعني اشخاص من التيار او التيار، صارت مشاكل بين الاحزاب. نعم. صارت يعني قتلوا مجموعه من بجنوب العراق. نعم. اكو من عندهم مجموعة من السجناء أيضا في هذا الوقت. شوف أستاذ محمد، في تلك الفترة كانت ضبابية كبيرة جدا. كانت هنالك فصائل تعمل ضمن جيش الإمام المهدي لكنها بقيادة إيرانية، ولا يعلم الصدر بها إلا بوقت متأخر، وأعلنوا انشقاقهم بشكل ما يعرف بالمجامع الخاصة. كان هنالك هذه الفترة الذي أطلق بها سماحة السيد مقتدى الصدر بأن لا تكون أي ردة فعل أو إراقة دماء ما بين المقاومين الحقيقيين الصدريين وما بين القوات الأمريكية وحتى العراقية. أستاذ، أنا يذكر لي بعض أبطال جيش الإمام المهدي يقول كانت لدينا أوامر، لو كان هنالك جندي واحد عراقي وبقربه قوات أمريكية لا يسمح الصدر بإراقة دمه، لكن بالطرف الآخر أنا أعتقد كانت هنالك ممارسات خاطئة. ولذلك هذا الصدر وذكاء الصدر هو أفرز خلال هذه الحركة، حركة الصدر، بعدم مقاومة المذكرات الاعتقال، فقط هاي النقطة لكي نفرزن من هو ضمن جيش الإمام المهدي بعد التجميد. لذلك جمد جيش الإمام المهدي وقال لهم خلاص سلموا للقرارات القضائية حتى يبين من هو يأتمر بأمرة الصدر ومن هو يأتمر خارج الصدر. هسه الناس اللي موجودين هؤلاء، هاي الشقة السياسية اللي موجودين بالسجن الآن. نعم. كلهم صدريين. صدريين. نعم. أستاذ حيدر حياك الله. أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا بك. اللي موجودين بالسجون اللي طالب بهم سيد مقتدى الصدر، شنو التهم مالتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام والمشاهدين. حياك الله. طبعا أنا خبير قانوني وغير مطلع على التصنيفات، بس يبدو من كلام الأستاذ الدكتور رافد التصنيفات الموجودة، من خلال التصنيفات اللي طرحها الدكتور وخاصة التصنيف الأول، هو أن يحتاج أولا يجب أن نستبعد دور الحكومة. الحكومة ليس لها دور بإطلاق العفو. أولا العفو نوعين، عفو خاص وعفو خاص عام. عام العفو الخاص يصدر بقرار مرسوم جمهوري من رئيس جمهورية، والعفو العام يصدر بقانون من السلطة التشريعية، البرلمان مجلس النواب وصدر قانونيا. يبدو من خلال كلام التصنيف الدكتور رافد ومن خلال عدم اطلاق سراح السجناء بالعفوين الصادرين سابقا 2008 و 2018، يبدو ان هناك وضع قانون العفو، قانون العفو العام وضعه لغرض شمول جرائم القتل، يجب لغرض شمول جرائم القتل بالعفو
وإطلاق سراحهم يجب أن يكون هناك تنازل لذوي المجنى عليه، يعني تنازل ذوي الحق الشخصي، ذوي الحق الشخصي مثلا الوالد، والد المجنى عليه، والدته إذا كان ما متزوج، أخوته، وإذا كان متزوج زوجته أو أولاده. لذلك يبدو عدم إطلاق سراح السجناء المحكومين يبدو أنه لم يتم تطبيق شروط قانون العفو العام الذي صدر لمرتين. هذا فيما يخص يعني هذا العفو صدر مرتين. نعم عفو صدر عام أو طلع أطلق سجناء. نعم أطلق كذا ما نشمله بسجناء. نعم أطلق سراح الكثير من القتلة، لكن الذي أطلق سراحهم دون التنازل ذوي المجنى عليه، دون تنازل. وحتى قانون العفو الخاص الذي يصدر من رئيس الجمهورية بالمرسوم الجمهوري أيضا يشترط تنازل ذوي المجنى عليه. يبدو عدم الشمول هو عدم وجود تنازل لذوي المجنى عليه. هسه هذا واحد زين ليش يعني ما أعتقد حضرتك تعرف هذا السؤال بس ما أدري هذا ليش ما حد يقدر يروح لذوي ما اعرف ذوي الضحايا مثلا وتفاهم وياهم خلال هذه الفتره وطلعوا على الاقل واحد من السجناء. طبعا احنا ما نعرف راحوا او ما راحوا، بس انا كقانوني وخبير قانوني استقرأ يبدو ان كثير من ذوي المجنى عليهم توفوا، والقانون يشترط تنازل ذوي المجنى عليه. يعني اذا ذوي المجنى عليه والده ووالدته توفوا بعد ما يمكن تدوين اقوالهم لان يتوفوا، فلذلك وقع الموضوع في دائره مغلقه. لا يوجد ما اريد اوصلك خارج القانون شوي، اريدك باختصاص حضرتك. شنو يحكم القانون على واحد الان او في اي وقت يقاوم قوات اجنبيه على بلده؟ حاليا وسابقا. طبعا هناك رايين، اكو راي يقول القوات جاية بقرارات مجلس الأمن واعتبرت قوات احتلال بقرار مجلس الأمن، وبالتالي نفذت قوات المتعدد الجنسي، هم يسموها قوات متعدد الجنسيات، نفذت بقرار مجلس الأمن وحررت العراق. هذا الرأي يقول، وبالتالي عندما نفذت قرار مجلس الأمن هذه القوات، احنا العراق أعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لذلك يجب أن يلتزم بعدم ضرب هذه القوات. هذا الرأي. الرأي الثاني المتحرر والروح بروح وطنية وروح التحرر هو أن هاي القوات قوات احتلال، يجب محاربتها والموت في من أجل القتال معها، استشهاد وقتل أفراد القوات المحتلة هو جهاد ومكافحة المحتلين. هاي آراء سياسية لو قانونية. هنا رأيين. الرأيين قانونيين. لكن القانون بيشكم. مثلا في لبنان الرأي إنه ذولا مجاهدين ويستشهدون في سبيل الاحتلال. عندنا التبس الموضوع بقرارات مجلس الأمن، التبست الموضوع، مجلس الأمن صدر في حينها قرارات لاستعمال القوة لإسقاط النظام السابق وتحرير العراق، هذا قرارات مجلس الأمن. بالتالي كذلك هناك رأي للمناضلين والمجاهدين بالقتال ضد قوات احتلال. هنا الرأيين ما مستقرات اثنيناتهم كرأيين موجودات. لا القانون شلون تخلص من ذي الرأيين؟ ايش سوى القانون قاص قانون العفو شمل الجميع بإطلاق السراح بالنسبة لقضايا القتل. قضايا القتل وإزهاق الأرواح شملها بالعفو، لكن بشرط تنازل ذوي المجنى عليه. لا أستاذ حيدر. نعم. أستاذ بس اسمح لي، أنا هسه هذا موضوع ثاني، موضوع إنه قتل هاي جناية، قد جناية بفعل سياسي، جناية بفعل كذا، بغض النظر عنها بس هي جناية. أنا أتحدث اليوم عن موضوع يعني إحنا عندنا القانون الدولي. نعم. القانون الدولي يحدد مجموعة من الضوابط لهذا الموضوع، ما أعرف العراقيين إذا يلتزمون بها أو لا، وأعرف أن العراق أيضا موقع على مجموعة بروتوكولات بالقانون الدولي. عضو بالأمم المتحدة العراق. نعم. لا هذا ما له علاقة. نعم. بهذا. نعم. بس يعني شوف، انا اليوم طلعت هسه الان اكو مقاتلين اجانب عندي هنا. نعم. خلنا نعتبر نفسنا بال 2007 والامريكان هم اعلنوا نفسهم احتلال للعراق لانه انتهت فرصه التفويض مال الامم المتحده، وانا هذا بلدي طلعت اقاومهم، قتلت واحد من عندهم،
شنو حكمي بالقانون العراقي؟ هل أنا مقاتل محارب لو مجرم؟ مو بينت إن هناك رأيين، هذا طلع قاتل والجهة اللي دفعته طلع قاتل محتل. هذا جهة محتل. أما بعض الآراء القانونية وبعض الرجال القانون يعتبرون وجود القوات الأمريكية في حينها هي ذات صفة شرعية بقرارات مجلس الأمن. لا حيدر، مين راح يحكموني؟ مين راح يحكموني؟ يحكموني برأيين؟ إذا برأيين واحد من عندنا طلبوا من السجن واحد يطلعني. القضاء لم يقرر، القضاء لم يعطي رأي خاص في هذا الموضوع. كانت المحكمة الاتحادية ما أنطت رأي ولا فسروا هذا الموضوع امام المحكمه الاتحاديه. كان المحكمه الاتحاديه كانت 2007 موجوده، وكان من الممكن ان نرسل راي تفسيري ويثبت الموضوع، لكن في حينها المحكمه الاتحاديه لم تمنح هذا الراي. ليش ما منحت الراي؟ لان ما طلب منها هذا الراي حتى نعتبر هاي قوات احتلال او غير قوات احتلال. لذلك بقى هذا الموضوع خاضع للاجتهادات الشخصية، يدور بين أن قوات الاحتلال موجودة بزعم شرعي وبسند شرعي هي قرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة، ولأن 32 دولة اشتركت مو بس أمريكا، وبين الرأي الآخر اللي يقول هي قوات احتلال. وأيضا أكو رأي يقول قواتها صح قوات احتلال، لكن بقرار من مجلس الأمن، ويجب علينا كحكومة عراقية أن نتبع قرارات مجلس الأمن ونلتزم بقراراتها، لأن الدستور شي نص الدستور؟ الدستور ينص العراق ملتزم بالاتفاقيات الدولية وقرارات الدولية. أنا نص القانون. وعندنا اتفاقية اتفاقية مع المجلس الأمن ومع الميثاق الأمم المتحدة موقعين على. تمام، معذرة سيد حيدر. هسه بالخلاصة. نعم. إنه هذا اللي قاتل الأمريكان وفق القانون العراقي. الآن اللي قاتل الأمريكان هل يعتبر مقاتل محارب أم يعتبر خارج عن القانون؟ أنا كرأي قانوني أعطي الرأي قانوني، ما أعطي حكم. أنا أعطي الرأي القانوني. لا وفق القانون العراقي. الرأي نعم. القانون العراقي. القانون العراقي لم يحاكمون أربع أرهاب لو يحاكمون القانون الجنائي. نعم. القانون العراقي لم يحدد أربع أرهاب مادة عامة، مو بس على مذهب واحد. أي واحد يقوم بأعمال إرهابية عراقي يحاكم وفق قانون مكافحة الإرهاب، قانون مكافحة الإرهاب الخاص المادة 4 لم تحدد من هو ما هو العمل الإرهابي ضد قوات الاحتلال أو لا. لذلك بقى هذا الموضوع بين الرأيين. السلطة التشريعية جت هنا، أنا السلطة التشريعية تصدر قرار قانون العفو. من السلطة التشريعية هنا تصدر قانون العفو، وصلت القانون العفو والسلطة التشريعية، هل يعتبر مجلس النواب هؤلاء الأشخاص ضربوا قوات محلية بصفة شرعية؟ بس محلية. هنا المفروض مجلس النواب يفرق هل إن هذا هؤلاء المحكومين الذين جاهدوا ضد قوات احتلال، هل هم ضربوا أو استعملوا العنف ضد القوات فيها لديها سند شرعي لتحرير العراق، أم هؤلاء الأشخاص الجاهدين ضربوا قوات احتلال محتلة بلدهم، وبالتالي يحق كل في كل الأدبيات في العالم وفي كل قوانين الإنسانية يحق مكافحة المحتل؟ يعني ماكو تشريع، اكو رأيين والرأيين اكو رأيين هنا على هنا على مجلس النواب. واضح. عندما يشرع قانون، خلينا ننتقل للضيف الثاني. بسمح لي مجلس النواب عندما يشرع قانون، خلينا ننتقل للضيف الثاني حتى اعزز وقتي. نعم. وقتي حتى يعني حتى اقدر اقسمه. نعم. تم قانوني. نعم. انا هسه ضربت الامريكان، شنو انا مجرم لو شنو؟ لا بس ملاحظه، اولا قانون الارهاب اعتقد شرع عام 2013، فبالتالي قبل سجن ما له علاقه به، فما مشمول. وتدري انت احنا عندنا قاعده قانونيه، قوانين جنائيه الاصلح هو يطبق، ماكو بأثر رجعي. مبدئيا الا اذا كان اكو هذا بعد ما اعرف في تشريع يكون غير شكل. موضوع التيار الصدري اعتقد ان حكمه وفق الاحكام، احكام القوانين المحليه، فبالتالي بالامكان هذا الموضوع يصلح ما بين الطبقه السياسيه والسلطه القضائيه. انا اكرر خصوصا بالقضايا اللي تناولت المحتل. الموضوع اكل الدهر بيه وشرب، وما اعتقد يعني بس هاي القاعده اللي تثبت على المعتقلين من التيار الصدري المقاومين، بس ما لنا علاقه باللي عندهم قضايا جنائيه. القضايا الجنائية هاي محكمة الجنائية. لا لا لا. أكو بعضها كيدية. لا لا هو يدوصلها كيدية هاي. محمد يدوصلها النقطة. لا هذا ينطبق على كل على كل واحد اسمه قاوم القوات الأمريكية، قاوم الاحتلال. وبالتالي. حكم هذا يمشي على ذولا. وبالتالي الأخوة المحسوبين عن المكون السياسي السني الكل طلعوا، اللي قضاياهم فقط ويا المحتل. بالعفو. كلهم طلعوا.
فالموضوع يبدو الموضوع أغلبية شخصيات التيار الصدري الآن الموجودة عليهم قضايا جنائية. أنا أعتقد هاي المشكلة اللي صارت يعني. زين. القضايا السياسية أعتقد انشملوا يعني كثير من أعضاء من أبناء التيار الصدري بالعفو العام السابق الأخير اللي هو بال 2016 على ما أعتقد. لكن موضوع القضايا الجنائية شال لك الساد حيدر، هاي تدريبها حق شخصي، فبالتالي كان من المفترض بالتيار الصدري هاي الفترة اللي راحت لجنة خاصة تراجع أصحاب الحقوق الخاصة والمشتكين باتجاه هاي الشخصيات ويتم تسوية الموضوع، وبالتالي يكونوا مهيئين يعني الموضوع الشمولي. كثير ماتوا دكتور شكلوا لجنة. كثير ماتوا من لا لا اكو 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 الدكتور فلاح شنشل شكلوا لجنة. فلذلك يعني لذلك هم شي يريد انا اعتقد التيار الصدري يريد ان تكون هنالك لجنة من قبل القضائيين او وزارة العدل مع قوى سياسية مع لجنة، لان احنا نتعامل استاذ علي مع فئة، ما نتعامل واحد اثنين ثلاثة، لا فئة لظرف معين لجنبة سياسية لظرف معين. هذا ما يصير استاذ راشد، لا 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 اكو تخريجات، اكو تخريجات قانونية. اذا اصحاب الحق الشخصي ممكن ان تكون هنالك ذهاب وفد من قبل الحكومة العراقية وابناء التيار الصدري وايضا الجنبة الشرعية، العفو الجنبة الاجتماعية، ما تعرف عندنا السنن العشائرية. التيار الصدري تحركوا على ذويهم ولا ذوي الضحايا ولا؟ انا ما عندي معلومة بقدر ما عندي انه الصدر لا ينزل تغريدة الا بعد استشارة اللجنة القانونية، ربما ستكون ربما استشار بعض الاخوان على رأسهم مثلا الدكتور فلاح شنشل بهذا الخصوص. تمام. وايضا اوجدوا له مخرج قانوني. انا ما قاعد افهم هسه، انا راح ارجع لك استاذ علي. لا لا هو هسه لا انا بس فهمني. نعم. التيار الصدري كان بالبرلمان فاعل ومؤثر، بالحكومه نعم. كان فاعل ومؤثر. نعم. وبزمنه برام صالح كان يتضعفه بالجمله تدري. نعم. نعم نعم. يوميا كان كلاوات الف ما اعرف ايش قال. زين ليش مثل ما تاجر المخدرات ابن وزير ابن محافظ النجف. زين ليش ما تحركوا؟ ليش ما تحركوا عليهم؟ شوف الصدر دائما يتحرك لديه بعد نظر يعني بهذا الموضوع، لذلك يعني من 2008 الى الان هو الرجل لم يطالب، مع العلم انه شكل لجنه وتتابع هذه القضايا، لكن الان خلص الموضوع انتهى وفتره زمنيه كافيه. اعتقد اخذوا الاخوان استحقاقهم من يعني ربما البعض منهم عقوبه. هذا ما يحدد ما نحدد. لا لا هذا يحدد القانون. احنا ما نتحدث عن واحد واثنين وخمسه وعشره دكتور، اعداد لفئه معينه لفتره معينه. زين. يجب ان تكون هنالك حاله استثنائيه لهذا الموضوع. بعض القضايا هي قضايا كيدية، أؤكد أنها قضايا شخصية كيدية على غرار المخبر السري اللي كانوا أيضا الأعداد من الأخوة السنة أيضا تعرضوا لهذا الظلم. لا أنا بس سؤال المهم دكتور أنه يعني هسه أنا ما أدعو أني يبقى بريء بالسجن بيني ما بين الله، ولا مقاوم بالسجن، لأن دولة المفروض يعني المفروض نقدرهم ونحترمهم، مو المفروض لهم بس رفع للوطن. طبعا طبعا. بس انا اللي اريده، ليش الجماعه ما تحركوا بذاك الوقت؟ كانوا قوه، ليش ما تحركوا عليهم؟ برام صالح قلت لك والله الف يمكن الف ما اعرف ايش قال. هو لحد هذه اللحظه تلصق حكومه المصطفى الكاظمي بالتيار الصدري. كثير من القرارات اللي ما اتخذها التيار الصدري اللي هي كانت بمصلحته في حكومه السيد الكاظمي كي لا تحسب عليه، باعتبار انه لو اخرج هذه الاعداد بصفقه سياسيه، ولحد هذه اللحظه الصفقه السياسيه ربما الاخوان بعضهم يتهمون التيار الصدري، كانت هنالك صفقه ما بين التيار الصدري ودوله القانون لاستبدال محافظ النجف، وهذا ايضا انفي نفيا قاطعا. الصدر لا يمكنه ان 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 يعني يغض الطرف عن تاجر مخدرات اللي هو ابن محافظ النجف بصفقه سياسيه، ابدا لا يمكن التيار الصدري او سماحه السيد مقتدى الصدر ان يتعامل بهذا. تمام. انا بس نعم. خليك من الصفقات السياسيه، قوانين العفو العام قانونيا طلعوا بها الحراميه، طلعوا بها المنتهكين، طلعوا بها مدري منو، معقوله بذاك الوقت ما قدروا يعني السياسيين التيار يضيفون شرط في القانون؟ ليش؟ لا مو يخلي. شنو المشكله بالضبط؟ انا ما حقيقه ما قاعد افهم. كي لا تحسب للتيار الصدري انه استخدم القانون واستخدم نفوذه السياسي من اجل احراف. نعم راح يصير تناقض. وشنو اللي تغير هسه؟ اللي تغير هسه اولا استاذ علي الفتره الزمنيه طويله، ابناء التيار الصدري
ابناء التيار السادات تعرضوا لظلم وكيف؟ اذا اكو حكم قضائي ماكو فتره طويله دكتور رافع. اولا احنا ما نتعامل واحد ويا اثنين. اعرف اعرف علي. اعرف نتعامل مع بالبدايه قاومه الاحتلال دكتور. هذه الاحتقالات وهذه القضايا هي كلها كانت بفتره معينه. والله اللي قاوم المحتل من اي الشخصيات من اي المكونات حقيقه من المفترض الحكومه العراقيه تكرمه وتكافئه، وحتى اللي مسجون تعوضه عن الفتره اللي قضاها بالسجن. استاذ علي كقضايا العفو كقضايا سياسيه وقضايا مقاومه، لكن قضايا جنايه بالاخير انا اعتقد احنا اذا دعا الصدر استاذ علي حق شخصي. اي الحق الشخصي لا خلينا نرجع هو لا لا هو الحق الشخصي احنا اذا شكلنا لجنه من وزاره العدل ولجنه قضائيه. بس استاذ محمد ترى مهم جدا ترى التساؤل اللي قال ليش ليش الفتره؟ اي ليش؟ انا ما حقيقه ما اعرف. تيار الصدري واضح إيه؟ يعني حتى سيد الصدر واضح هنا أنا راح يسبب حساباته بهذا المطلب، واختار وقت يعني حرج جدا لحكومة الإطار وللسلطة القضائية. شنو الحرج استاذ علي؟ شنو الحرج؟ شنو الحرج؟ طلع لك حرج الآن. شنو الحرج؟ يعني أنا مليون أزمة عندك. شنو؟ مليون أزمة اكو. شنو؟ مليون أزمة عندك. لا لا أزمات شو اللي دخل بيها؟ أنا فئة تعرضت لظلم. اسمح لي زين كمل فكرتي. لا لا يعني رجل مرحوم بدعوة كيدية. خلنا نفهم الحرج شنو؟ نروح نذهب لأصحاب الحق. الدعوة الكيدية قلناها احنا. الدعوة الكيدية من المفترض اكو لجنة قانونية تتابع الموضوع وبالتالي تفند هاي الدعوة الكيدية. هسه موضوع المخبر السري وماكو أدلة حقيقية. الفترة اللي راحت قد يكون اكو خلل، كان اكو عندنا مشكلة بسبب الوضع الأمني. الآن الوضع مستقر. بالامكان جهات قانونيه تتحرك. الدولة الابرياء زين اللي رايح بدعوه كيديه هذا مو بشر، هم عنده عائله وعنده اطفال. شنو شنو ذنبه يروح بدعوه كيديه؟ اللي اقوله اني احنا الموضوع خلينا ناخذه بجنب السياسيه وناخذه بجنب السياسيه. ليش شنو؟ ليش ما تاخذها بالجنب السياسيه الجميله؟ انا اقول لماذا لا يمكن داي. اسمح لي قلت لك انت تذهب الى الصفحه الضوء. انا ايش قلت بالبدايه؟ لا لا, لا, لا استاذ علي بس خل انطي فكرتي. ما نقرت فكرتي هسه انت غيرت. لا لا ابدا ابدا هسه اللي سمعك يقول على لا لا ابدا ابدا انا قلت لك اول خليني اكمل فكرتي. خلفتي انت فكرتي. الجهات المقاومه للمحتل من ابناء التيار الصدري يستحقون التقدير، واذا كان دعوته بهذا الخصوص من المفترض حقيقه بالطبقه السياسيه ان تسعى باخراجه من السجن. هسه هاي وضحت. يكرموه ويكافئوه ويعوضونه. وضحت للامانه. القضايا الجنائيه يا اخي احنا ابناء دين اسلامي بالاخير ما حد يقدر يتحمل وزر انسان اذا لا سامح الله مقتول او مخطوف او متاذي من شخصيه محسوبه على التيار الصدري. قطعا التيار الصدري متاكد هي الشخصيات ما راح يتاثر بها. يقول لك اذا عنده قضيه جنائيه تاريخ التيار الصدري اكبر من ان يجي واحد يلوثه بقضايا شخصيه. تمام. فهذا الموضوع يحتاج الى وقفه. احنا قلناها الوقفه شال لك اياها استاذ حيدر قال لك اياها. القضايا اللي بيها مشتكي وبيها حق خاص قطعا لا بد. هاي عام واضحه. هسه هاي عام واضحه. الجنبه السياسيه اللي تحدثت عنها قلت هسه احنا مو وقت هذا الموضوع او الوقت موضوع. شنو شنو الوقت اللي اولا انا برايي الطبقه السياسيه اذا دعاوى جنائيه قطعا ما تقدر تتحرك. ليش؟ زين لان عندها قاعده دستوريه تمنع هذه القضايا ان يكون بها عفو عام الا بتنازل صاحب الحق الشخصي. وهم راح نرجع وين؟ راح بس ايش راح لنا تيار صدري؟ انا متاكد راح تستثمر على انه حكومه الاطار قصرت ومنعت ابناء التيار. طبعا هيك ابقاها للامانه. لا لا انا اقول لك تقصير وانا راح اكد لك هذا التقصير. انا اقول اسمح لي استاذ علي. هذا ذكاء من تيار صدري هاي الفتره. لا لا هو مو قصه ذكاء استاذ علي بقدر ما اقول لماذا لا يستثمر الاخوان الذين يريدون ان يفتحوا حوار جديد وايجابي مع التيار الصدري وهو الان فتح لهم بابا او ضوءا لان تعاد العلاقه مع الاطار من خلال تشكيل لجنه والخيرين من الاطار التنسيقي بمعيه حتى الاخوان السنه الذين تعرضوا للظلم. اي بس هذا راح اقول لك انا راح اقول لك انا شنو القانون والقضاء. لا لا ما احنا ما نقول القانون، احنا نقول اكو حكومه يراسها الاطار واغلبيه موجود داخل البرلمان. زين ربما حتى في وزاره الداخليه عندنا اعرف قسم للعشائر وبالتالي تتحرك هذه تتضافر الجهود حتى على المستوى الاجتماعي. السنن العشائريه ايضا استاذ علي والخيرين يذهبون الى ذوي ان كانوا يعني احياء او من ينوب عليهم ويجدون يعني مخرج قانوني من اجل اطلاق سراحهم. يعني انا اقول لماذا يعني لا يستثمر؟ لا يعني انا ما اعرف يعني التيار ما عنده القدره على هاي. لا بالعكس انا اكو مشاكل هسه المشاكل العشائريه تدري من يحلها؟ اي
نعم كبار نعم التيار. اي مو احنا نحكي عن اعداد وفئه معينه، وربما نصل الى السلطات او الجهات السياسيه لتتنازل او تكشف لنا بعض الاوراق الكيديه. احنا بالاستوديو احنا بالاستوديو اكو شيء مو واضح عندنا بصراحه. ايه يعني اكو تفاصيل مو واضحه عندنا. هسه انا اكد على هذا الجانب. ايه لماذا لا يستثمر الاطار التنسيقي دعوه الصدر من اجل بدء حوار او ترطيب الاجواء مع الصدر؟ يعني ينطلق من هاي المناسبه. نعم استثمروا هاي المناسبه. تمام. ولا يريد الصدر. نعم. يعني مخالفه القانون ولا مخالفة الشرع في هذا الجنب، إنما يقول حتى في تغريدته يقول إعلان توبة، ربما تكون هنالك سنن عشائرية فصل غير دفع دية من أجل إخراجهم خلاص. لأن إحنا ما نتعامل مع واحد اثنين دكتور محمد، إحنا نتعامل مع فئة في ظرف سياسي معين، بوجود احتلال، بوجود ضغط، بوجود هندسة لاشتقاق أو انشقاقات التيار الصدري، فعل هذا الموضوع. تمام دكتور حيدر، هل لا. هل ممكن انه عفو خاص؟ العفو الخاص شلون يكون؟ يعني رئيس الجمهوريه لو رئيس الوزراء رئيس الجمهوريه رئيس الجمهوريه يصدر قرار بالعفو الخاص عن المحكومين. طبعا اكو قائمه يعني صلاحيته. نعم صلاحيته، لكن محدد رئيس الجمهوريه باصدار العفو الخاص، محدد ب مجموعة من الافعال الجرميه. شنو مثلا؟ مثلا يعني القتل غير العمد. مثلا القتل العمد لازم تنازل ذوي المجنى عليه. مثلا مثلا الأسرق بدون رصيد، خيانة الأمانة، مشاجرة، دهيس، ذن الحالات بدون ما مأدي الى. شلون صدروا عفو عن واحد محكوم بتجارة المخدرات؟ ضابط بالأمن الوطني. هذا ابن محافظ النجف. ابن محافظ النجف صدر قرار محكمة اتحادية ورجع. أيه؟ رجع ولغى المرسوم الجمهوري ولغى. أيه؟ ورجع هذا رجع ابن محافظ النجف رجع للسجن. يعني لغى المرسوم. لغى المرسوم الجمهوري. نعم لغى مرسوم الجمهوري باطلاق السراح. الغي استاذ الله يخليك. نعم لو اي الياسر يهرب العفو ابنه ما اعرف شو اسمه. اي اصل القانون اللغى. نعم رجع قرار تم تهريبه. لكن المرسوم المرسوم الجمهوري تهريب الرجل. يعني المرسوم الجمهوري الغي قاعده تستند. لا لا اوكي احنا نقول خلينا نشكل احنا بحاله زين. تمام زين. اللي انا حتى اللي سمعت انه اكو ارهابيين متهمين بالارهاب ايضا اصدر عنهم والله برهم ايده كانت خفيفه خطيه. هم اصدر عنهم مراسيم. طبعا الارهابيين ما يجوز اطلاق سراح عنهم سواء بعفو خاص او عفو عام، لكن من الممكن جائز جريمه مو ارهابيه اطلق سراحهم، ومن الممكن هذا جريمه عاديه اطلق سراح، لان الجرائم الارهابيه ما مشموله بقرارات العفو الخاص والعام، ما مشموله بنص الدستور. الدستور يمنع اطلاق سراح المتهمين المحكومين بجرائم إرهابية وجرائم دولية من العفو العام، وحتى العفو الخاص يمنع إطلاق السراح لأنه العفو الخاص محدد بالجرائم العادية. لذلك ما أطلق سراح إرهابيين إلا إذا كان عن بتغيير المادة القانونية. والعفو الخاص أيضا يستلزم موافقة ولي الضحية. نعم في قضايا القتل سواء القتل الخطأ أو القتل العمد يستلزم تنازل ذوي المجنى عليه، لكن بهاي القضايا مال التيار الصدري أكثر ذوي المجنى عليه هم والده والدته، لأن أكثرهم الضحايا ما متزوجين، فأكثرهم والده والدته أكثرهم توفوا، والقانون يشترط قانون العفو أو قوانين أخرى تشترط تنازل ذوي المجنى عليه في لحظة القتل، يعني في لحظة القتل إيش كان ذوي منو كان أقاربه أمه وأبوه، يشترط تنازل أمه وأبوه في تاريخه في حينها. حاليا هاي الفترة ماتوا أكثرهم الآباء والأمهات، لذلك وقعنا بدائرة مفرغة، نريد نطلق سراحهم لأنه يحتاج تنازل ذوي المجنى عليه. بنفس الوقت ذوي المجنى عليه المدونين هم ذويه لحظة القتيل، هم توفوا وغير موجودين، لذلك لم كل ذويهم توفوا ذولا. اي نعم لان 15 سنة من عام 2000 و
وخمسة وستة وسبعة ثمانية أغلبهم رجال ناس كبار وعوائل فقيرة توفوا أكثرهم وتوفوا. نعم المعلومة مو دقيقة أستاذ حيدر. نعم فإذا نعم إذا كانت إذا كان هناك ذوي مجنى عليه موجودين مثل ما تفضلت ومعلومة غير دقيقة يمكن أن تحرك عليهم بالضبط. يمكن أن تحرك عليهم باللجان وعرض عليهم الدية الفصل العشائري الجنب هذا لتحقيق حق ذوي الدم. نعم. أستاذنا العزيز أستاذ حيدر أنا نعم. ممكن يعني أحرج القوى السياسية وأذكر هنالك بعض المدانين إلى الآن لم ينفذ حتى الحكم الإعدام بهم موجود يعني بالدليل الصوري وغيره صحيح صحيح فلذلك أنا أقول صحيح موجود يا أخي صحيح ما عرفت شنو ماكو وقف لي تفضل ماكو إعدامات للإرهابيين عندنا آلاف المحكومين مكومين يعني قاتل معروف وعلى كل العراق يعرفه أي والشخص معروف ومدان وبالتصوير وشهود واعتراض الى الان صادر بحقه بالاخير حكم هسه ما منفذ هذا بحث اخر. لا استاذ علي الله يخليك احنا نريدها سودا سودا نريدها بيضا بيضا انا اقول الجنبه السياسيه ممكن ان تلعب دور الله يسعدك غير نحكي القانون اي تفضل انا من البدايه قلت لك اياها والله متعاطف ويا اي شخص سني كردي شيعي شبكي ازيدي قاوم المحتل من المفترض انه يكافئ ويكرم على فترة سجنه زين. لكن القضاء الجنائية ما بيها خيار يا أخي مو كيف وكيفك بالأخير حتى القضايا تدري أنت حتى رئيس الجمهورية أنا متضرر صاحب عائلة صدرت عفو عن شخص من حقه أشتكي على رئيس الجمهورية نعم. بالأخير قصدي يبقى ومناقض للقانون أنت تدري مو انت قلت مو حضرتك يعني تصور أنت سيد مقتدى يرضى لا أبدا أنا خلاص. أقول هو الرجل حتى اشترط أن يعلن توبته صحيح. وأن نذهب إلى أصحاب الحق الشرعي. لذلك أنا أعتقد وصلوا ربما الدائرة القانونية على رأسهم الدكتور فلاح شنشل ربما كما أعضد كلام الدكتور أو أستاذ حيدر بأن وصلوا إلى خط مسدود لذلك يجب معالجة هذا الأمر 16 سنة كافي يعني ربما نعالجهم اجتماعيا سياسيا استثنائيا ممكن كافي زين هم راحوا وراحوا مثلا لاي سلطه راحوا للسلطه القضائيه راحوا للسلطه المشكله الصمت الحكومي غريب وعدم التعاطي مع مو صحيح مو سليم يعني قبل ايام احد الشخصيات التابعه للاطار التنسيقي يعني مثل سيد عمار انا المعلومه اللي وصلتني اراد اللقاء بالسيد ورفض سماعة السيد سيد مقتدى الصدر نعم عند ذهاب السيد عمار الحكيم قبل تقريبا اسبوع الى اكثر يعني طلبوا من السيد مقتدى هذه الحركات اي رفض لقاءه ليش يعني انا اقول الان هو الرجل ربما اقول هكذا ارسلكم رساله لترطيب الاجواء خلاص كافي فتحوا صفحه جديده مع الرجل لذلك انا اقول قراءه ثانيه هنا بيمساد علي يقول لك لا هي هاي بوقت محرج سيدي انا اقول بالنسبه لي انا اقول عداله التطبيق افضل من عداله القانون زين احنا ما عندنا عداله تطبيق بالقانون صح وهذا بشهود المجتمع العراقي يعني قاتل الى الان هو موجود ولم ينفذ به حكم الاعدام اخوي قتله هواي تمام هذا مفجرين سيارات مفخخه سارق لمليار صادر بحق حكومي واذا صادر حقه قاعد شنو قاعد نصرف عليه قال التطبيق يا مقصر استاذ علي قاعد نصرف عليه هو مقصر قاعد يصرفون عليه لحد الان وما اعرف ليش ما انضبط الجهاد ذات العلاقه يعني ايه؟ كوزاره عدل كرئيس جمهوريه من المفترض انه اكو تنفيذ بالتالي اكو حق الانسان يعني اكو شخص ازهقت روحه او اشخاص مو شخص من المفترض انه يتم تطبيق العداله على هذا المجرم بدون استثناء زين هسه قبل لا تروح سياسيا شلون هاي تلقاها القصه؟ ما اعتقد الطبقه السياسيه خلينا نكون واقعيين اذا ترضي التيار الصدري وعوائل الضحايا هنا فالموضوع خلينا نكون واقعيين يعني حتى نحكيها مالات الله المفروض اكو لجنه تروح لذوي الضحايا وشون ترضيهم بتراضي بحيث انه يروح من تلقاء نفسه لاصحاب القرار السياسي يا بتراني متنازل عن هذا الشخص تمام انت عندك التزام اخر انا اشكرك جدا استاذ خلينا نروح استاذ حيدر هذا الموضوع مهم استاذ حيدر نعم استاذ حيدر نعم هسه صار حكم صار ب 16 سنه نعم لو فرضنا انه واحد من الناس موجود اخوه مو كلهم محتمل انه يكونوا راحوا يعني نعم. الان نعم. راح واحد الى المحكمه وقال لهم يابا هذا بعد 16 سنه انا بدي اتنازل عنه هل يقبل التنازل ويطلع له لا
بالتأكيد هو يقبل تنازل، تنازل ذوي المجنى عليه بموجب قانون صول محاكمات الجزائية حق شخصي إليه، ما يمكن أحد أن يمنعه ولا أحد يجبره. لذلك عندما يتنازل ذوي المجنى عليه، طبعا ذوي المجنى عليه لازم مو فقط واحد، لازم أمه وأبوه وأخوته إذا كان ما متزوج، أولاده جميعا، حتى وإن كان الحكم استغرق 16 سنة أو أكثر أو كذا. نعم، حتى بغض النظر عن التوقيت. نعم، حتى إذا كان الحكم مستغرق، لأن قانوني العفو صدر 2018 ضمنت هذا الموضوع، وهناك كانوا في وحينها مسجونين لمدة طويلة، فالتنازل حق مطلق وشخصي مهما بلغ من المدة، لا توجد فتره تقادم مسقط للحق الشخصي في التنازل. فلذلك هو محكوم باقي على التنفيذ، تنفيذ الحكم. ما طول صدر قانون، يصدر قانون عفو، قانون العفو يشترط تنازل ذوي المجنى عليه. اذا ذوي المجنى عليه اصلا هم لهم حق ان يتنازلون في اي وقت، وها حقهم ما يسقط، ولا حق المدان بالعقوبه، ولا حق يسقط تنازل ذوي المجنى. زين، هسه هو السؤال، هذا السؤال للدكتور. نعم. رافد، دكتور رافد، يعني معقول التيار الصدري او مو تيار صدري هسه؟ نعم. ذوي المساجين ما قدروا يقنعونهم واحد يطلعونهم سجين، خاف طالعين مجموعه احنا ما ندري بيهم. انا اقول اكو جنبه سياسيه بهذا الموضوع. احنا قلنا اكدنا هنالك بعض الدعاوى كيديه، وهناك ضغطا سياسيا مورسه بفتره معينه، واؤكد على هذا الجانب. لا واضح، هسه الفتره ذيك راحت. لا هسه احنا لا يجب ان هسه معقوله ولا واحد من عندهم طلع اذا هاي الطريقه اللي تحدث عنها؟ تم اخراج تم اخراج اعداد من عندهم. ايه نعم، خلال هاي الفتره بين الفتره الحين والاخر يخرج الدكتور فلاح شنشل. وشاهده يعني حقيقه شاهده بعض مع بعض المعتقلين الذين تم الافراج عنهم، منهم من قضى مده محكوميته، ومنهم من صدر بقرار او عفو باخراجه. ولذلك انا اقول خل نتحرك سياسيا اجتماعيا قضائيا دستوريا من اجل ان ننهي هذا الملف. وانا اقول ربما بادره ترطيب الاجواء ما بين القوى السياسيه والتيار الصدري وحتى الطرف الاخر ايضا ابناء المكون السني. الان بعد تغريده سماحه السيد مقتدى الصدر تفاعلت الكثير من القوى السنيه مع تغريده سماحه السيد مقتدى الصدر باخراج او تنضيج فكره العفو. لا طبعا ليس العفو العام. لا يا اكو مشكله هي حتى 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 قضيه المخبر السري. نعم. يقول لك اكو ناس بالمخبر السري بس هم ارهابيين. لا هسه احنا الارهابيين شلون نميزهم؟ احنا نقول الارهاب قصه معقده بصراحه. قصه معقده، لذلك انا اقول الجنبه السياسيه لعبت دور في يعني الضغط على الكثير من القرارات القضائيه. شكرا لك دكتور، عفوا، شكرا لك دكتور رافد العطواني الباحث بالشان السياسي، شكرا استاذ حيدر الصوفي الخبير القانوني، شكرا ايضا للاستاذ علي فضل الله الباحث بالشان السياسي. اشكركم مشاهدينا الكرام، في امان الله.